اشتاقت قدما كل الرام ورمي وشد من سغبين احشاء قوت وبا تهت الحجارة كاشها مترف الادم وراودت الجبا للشموم ذهب عن نفسه فارى ايام الشمع مولى مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله 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 يا مولانا الله 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 يا مولانا الله 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 يا مولانا مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم واكدت زهده في ضرورته ان الضروره لا تدعو على الاسلام وكيف تدعو الى دنيا ضروره من لولاه لم تخرجي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم الله 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 يا مولانا الله 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 يا مولانا مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم نبيون الامرون فلا احد ابر في قول اله منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل حول من الاغبال مقتحم داء الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير مفسم الله 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 يا مولانا الله 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 يا مولانا مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم ولم تسن تمن احيا الظلام الى ان اشتاقت قدما كل الرام ورمي منزا عن شعري كم في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم تمدأت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم مولى مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير فإن فضل رسول الله ليس له. ربنا